الرابع والأخير في هذا القسم، في القسم الثاني الهداية. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية مثبتة وهداية منفية. الهداية صحيح؟ هداية توفيق ها؟ دلالة والشان؟ لا، هداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية توفيق، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلام عمل ما استطاع حتى تتعلم الأمة ماذا؟ التوحيد، المعتقد أنك عبد لا تستطيع إدخال أو إخراج أحد من رحمة الله، إنك لا تهدي من أحببت. نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير من باب أولى. هذه هداية منفية لا يملكها إلا الله، هداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد تبين وتوضيح يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دلالة وإرشاد. مفهوم؟ أي نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع من بعد، لكن لا نبتدع. مفهوم؟ عندنا وسائل وجدت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفعلها. الأناشيد اليوم وسيلة من وسائل الدعوة، بعض الناس يقول وسيلة من وسائل الدعوة اليوم الأناشيد، نقول لا. كان المقتضي وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نربي الناس على الأناشيد ولا نربيهم على الكتاب والسنة؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، برئنا إلى الله من معشر به مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعاشوا على دندنة دندنة. نعم صحيح. إذا قام المقتدي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن أناشيد، وتدعو الناس اليوم بالأناشيد أو بالكتاب والسنة. كتاب، من لم يبتعد بالكتاب أو السنة فلا واعي له. مفهوم؟ أي نعم. طيب، هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. عندنا إشكال، الإشكال الأول قلنا الهداية، هداية التوفيق وهداية دلالة والشرط، وانتهينا. الإشكال الثاني ما هو؟ من أحببت كيف يحب كافر؟ ثلاثة أقوال. القول الأول من أحببت هداية يحب له الهداية، وهذا لا إشكال فيه. نحن والله نحب للكفار الهداية، نقول والله نحب لكم الخير ودخول في الإسلام، نخاف عليكم، أنتم مخلدين في النار طول الأبد، لا نكذب عليكم. الثاني إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، حب طبيعي، حب لنعمه يدافع عنه لكن يبغضه في الله. هذا القول الثاني الصحيح أيضا. القول الثالث إنك لا تهدي من أحببت قبل النهي عن محبة الكفار، ويصح الأقوال الثلاثة لا إشكال. تمام؟ طيب، إنك لا تهدي من أحببت، عندنا إشكال أيضا في الحديث. قال الراوي، الراوي غير الرواية، الراوي هنا في الحديث غير الرواية، قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. مفهوم؟ قال فكان آخر ما قال هو، المفروض يقول فكان آخر ما قال يحكي نفس الكلام الذي تكلم به أبو طالب. أنت تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، صح؟ أنا ابن عبد المطلب. ما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب، صح؟
لماذا الراوي هنا غير؟ الراوي هنا قال فكان آخر ما قال هو، ما استطاع أن يقول أنا. لماذا؟ قال تحقيق الرواة التوحيد، تحقيق الرواة رواة الأحاديث. معتقد قال والله ما أحكي الكفر بلساني، ما أحكي الكفر بلساني مع أن حاكي الكفر ليس بكافر. قال لا ما أحكي. الحجاج في مرض الموت قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون يعني كذبوا أنك لا تفعل ذكي ما يستطيع، فإنهم يزعمون كأنك لا تقبل للحجاج. يعيد هذا على نفسي ما استطاع، مفهوم؟ أي نعم. جاءت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا ابن هذه المرأة جاء سهم قبل المعركة ولا يعرف هذا السهم من المسلمين أو من الكافرين، فقالت يا رسول الله أخبرني أين ابني، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان تستطيع الأم تقول على ابنها أنه في النار ما تستطيع، قالت وإن كان في الأخرى، مفروض ما تستطيع تحكي هذا بلسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمون عليه، وإن تكن لا يمكن أن توصف جنائز أهل الإسلام بهذا حتى إن كان هذا الواقع فشر تضعون عن رقابكم. قال بعض الطلاب عندنا من فوائد هذا الحديث البعد عن الرفقة السيئة حتى بعد الموت، وهو ميت أتركه، وهو ميت ها إيش، فشر تضعون عن رقابكم بسرعة تخلص منه، وهو أنا أعطيت الطالب درجة كاملة، لأنه ذكر من فوائد هذا الحديث البعد عن الرفقة السيئة حتى بعد الموت، يقول وهو ميت ابعد عنه، فما بالك اليوم من يخالف أهل البعد. صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والثاني حذفها فهجرته إلى ما هاجر لم يكررها، مفهوم؟ خالد رضي الله عنه أرسل عمر رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة، امتنع عن دفع الزكاة ثلاثة منهم خالد رضي الله عنه، فجاء عمر يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه خالد امتنع عن الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد يدافع عن من؟ خالد رضي الله عنه، فقال فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، المفروض يقول فإنكم تظلمونه، لا كرر وقال من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال من الرجال، ما قال أبو بكر، ذكرت مرتين يقول أبوها حتى تذكر مرتين لا مرة واحدة، إذا الذي تريد تذكره وتكرر في الذكر، والذي لا تريد هذا ها تعرض عنه، هو على ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب الشرك الكفر الأكبر. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لأنهم جلسوا عند رأسه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام عنه، وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولأنهم ولعظمتها ووضوحها عندهم لم يجادلوه إلا بنعرة الجاهلية، ما قالوا له كذا، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا ملة عبد المطلب الكفر، هل الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم
من أهل الفترة يعني لم تبلغهم دعوة النبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا بلغتهم. والدليل هذا الحديث، والدليل عمرو بن لحي جر أقدامه في النار صلى الله عليه وسلم، وكان منهم موحد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليسوا من أهل الفترة. نكتفي بهذا.